يقول السائل: أريد الذهاب إلى مكة لعمرة، ولكنني متخوف من مرض الكورونا. فهل هذا ضعف في الإيمان أم أنه أخذ بالأسباب؟ هذا ضعف في التوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله واذهب للعمرة والصلاة في المسجد الحرام، ولا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، لو صدر منع من القدوم على بلد مبني على تقرير طبي فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليها، والذي فيها لا يخرج منها. إذا صدر منع مبني على علم صحيح فلا تذهب، أما ما دام الحمد لله الباب مفتوح والمعتمرون يعتمرون ويزورون المسجد النبوي فلا يكون عندك هذا الخوف الشديد. نعم.